الشابة عينونة صاحبة ثلاثين ربيحا من بلدية أولاد خالد بسعيدة الفقر والمرض العنوان الأبرز لحالتها تعيش عينونة مع أمها في بيت قصديري منذ عشرين سنة راني في واحد الفوضى والطريق واعره ما يجوني كان نبغي نديها للطبيب ما يقولوا ان شاء الله صحاب اللوطو يدوني وراني مغبونه طالبوني في الراديو طالبوني في اي حاجه ما لقيت ما نتحرك ساج يدوني لصحاب اللوطون ديهم يدوك المغزات يدوني بميتر خمسين تديني خمسين تردي وانا الله غالي وبها ما عنديش وها مسكين تلتمية تاع الكبر لازم يطلع لي مدير تاع العضات ولازم تاع الصحة يجوني ويطلعوا يشوفوها بعيني مصاريف علاج الشابة تعجز عائلتها عن التكفل بها واليوم توجه صرخة استغاثة لأهل البر والإحسان مساعدتها على تجاوز محنتها الصحية منذ يعني 12 سنة من اللي نعاني من المرض وبسبب الإمكانيات يعني ما كملتش العلاج تاعي العلاج تاعي يتطلب في الخارج أي حد محسن وحب يشتري الجنة راني قباله اللي حب يتكفل بيا راني قدامه وأي واحد من المحسنين ثاني جزاهم الله كل خير أنا قدام هذه هي حالتي في انتظار أن يلقى نداء عينون آذانا صاغية في أقرب وقت تبقى آمالها معلقة بالله أولا ثم بالمحسنين لتقديم يد العون لها